على أرضيته ميدان دستور في ختام سباق الشندغة لعام 2023. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقة سادس أشواطنا الذي خصص للجعدان. أتقدم مع هذه الأسماء، مع ملبي على المركز الأول عبد الله بن شطيط بن عبيد بن سيف آل كتبي، يتقدم على المركز الأول سمهوي سمهوي سليم بن سعيد بن سليم العويسي القادم مع سمهوي على المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع المركز الثالث الباهر فلاح بن سعيد بن سالم بن عامر العمري القادم مع الباهر وهياط خليفة بن عبد الله بن مطر الرشيدي ومنحاش خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري القادم على المركز الخامس، يقدم منحاش. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات مع نجان الأول للخمسة. المراكز عودة إلى الصدارة، عودة إلى التغيير مع اقترابنا للكيلومتر الأخير. سمهوي سمهوي سليم بن سعيد بن سليم آل عويسي يقدم سلالة سمهوي العاصفة ما شاء الله على المركز الأول. المركز الثاني ملبي عبد الله بن شطيط آل كتبي، والمركز الثالث ياهو هجوم قادم من الباهر فلاح بن سعيد بن سالم العمري ما شاء الله. السهم واصل السويدي علي بن يمعة بن سبت هنا القادم من الواصل مع الغنامي جلاد 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 يعرف الميدان جلاد. أهالي السلطنة سيف سليمان بن سيف بن راشد الرشيدي القادم في هذه اللحظات. يلا يا أبو راشد اللحظات الأخيرة، روح يا الغنامي الأمتار الأخيرة. السهم مع الغنامي وجلاد مع الرشيدي اللحظات الأخيرة. الناموس حاير طاير بين الاثنين، ولكن الغنامي علي بن يمعة بن سبت السويدي يتقدم على المركز الأول. الشاعر اليوم يوم الشعرة يا شاعر يا الغنامي. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة. سلام 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 يا هل قطاع. تهانينا والناموس للشاعر علي بن يمعة بن سبت السويدي الغنامي. المركز الثاني وصل جلاد لسليمان بن سيف الراشد الرشيدي، والمركز الثالث الباهر لفلاح بن سعيد بن سالم بن عامر العمري. هكذا هي النتيجة. التوقيت يا ابن غراب 3 دقائق وجزء واحد من الثانية هو توقيت السهم. تهانينا والناموس لعلي بن يمعة بن سبت السويدي. سلام يا شاعر، سلام يا الغنامي، وسلام يفوقهم للقطاع، وسلام للسهم. تهانينا والناموس وسلام لأهل الطي كذلك. ما ننسى أهل الطي، هو يسجل حضور دائما، ممثلهم دائما في كل التحديات. تهانينا والناموس للجميع.